بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع برنامج أوتوكاد 2016 نتعلم مع بعض أمر أونلاين من قائمة موديفاي. هو موجود في قائمة موديفاي، هو الأمر ده. عايزين نبدأ ننفذ الأمر. الأمر ده أولا هو من أروع الأوامر الموجودة في الأوتوكاد، وهو معنى كلمة أونلاين يعني محاذاة. الأمر ده بيعمل 3 أوامر مع بعض في خطوة واحدة. يعني مثلا تعالوا كده مع بعض نعمل الأمر ده كده. تعالوا هقول مثلا موف واختار الشكل واقول له سبيس واحدد النقطه دي واوديها هنا كده، عملت امر موف. وبعد كده هقول له روتيت سبيس سيلكت الاوبجكت سبيس، وبعد كده هقول له البيس بوينت النقطه دي، بعد كده هقول له ريفرنس، وبعد كده هقول له من النقطه دي للنقطه دي خليها لي على الخط ده، وبعد كده هروح قايل له سكيل واختار الشكل واقول له سبيس، وبعد كده احدد البيس بوينت اللي هو ده، بعد كده اقول له ريفرنس، بعد كده اقول له من النقطة دي للنقطة دي وصلها لي لغاية النقطة دي. كل ده كان ممكن اعمله في خطوة واحدة بس. تعالوا بقى نعمل كنترول زد كده ونرجع مع بعض نشوف ايه اللي ممكن نعمله. بكل بساطة عشان نعرف ان امر اونلاين ده من اروع الاوامر الموجودة في الاوتوكاد، وهو بيعمل 3 اوامر مع بعض، موف وروتيت وسكيل. هقول له اونلاين اي ال سبيس واختار الشكل واقول له سبيس، واختار النقطة الأولى احطها هنا والنقطة التانية احطها هنا واقول له سبيس. هيقول لي عايز تعمل له سكيل ولا لا؟ هقول له يس انا عايز اعمل له سكيل، هيخليه بالشكل ده. شايفين حضراتكم في اسرع ما يمكن قدرنا نعمل الشكل. طب لو انا قلت له مش عايز اعمل سكيل، هيعمل له روتيت بس. هقول له الاين سيلكت الاوبجكت سبيس، وادي البيس بوينت الفيرست احطها هنا، والسكند سورس بوينت احطها هنا، واقول له سبيس. لو قلت له نو هيحركه من غير ما يعمل له روتيت زي ما حضرتك شايفين بالطريقه دي كده. طيب تعالوا ننفذ الامر كده مثلا على الشكل ده. مثلا إيه؟ هقول له عايز اخلي الشكل ده الدايره مثلا اونلاين سبيس، اختار النقطه دي بتاعت الكوادرنت احطها هنا، ونقطه الكوادرنت دي احطها هنا، واقول له سبيس واقول له يس. شايفين حضراتكم الشكل اصبح بالمنظر ده. لو جيت مثلا قلت له انا عايز اعمل الريكتانجلر ده، عايز اخليه برضو اونلاين اي ال سبيس، واختار الشكل واقول له سبيس، وامسك النقطه دي واحطها هنا مثلا، والنقطه دي واحطها هنا مثلا، واقول له سبيس واقول له يس. اصبح الشكل بهذا الطريقه. لو قلت له اونلاين واخترت الاوبجكت سبيس، وقلت له عايز مثلا اخلي النقطه دي هنا كده والنقطه دي في مكانها، وقلت له سبيس ويس، عمل لي الدايره بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه دوت. لو خدت المثلث ده وقلت له اعمل لي الاين، اخترت الشكل وقلت له سبيس، واخترت مثلا النقطه دي وحطيتها مثلا هنا كده عند الكوادرنت، واخترت النقطه الميد بوينت ده حطيته عند الكوادرنت هنا مثلا افتراضا، وقلت له سبيس ويس، يصبح الشكل بالمنظر ده. وهكذا اقدر اعدل عليه زي ما انا حابب باي طريقه انا عايزها. زي ما اتعلمنا الامر ده من الاوامر والروائع اللي موجوده في الاوتوكاد، وانا برضو بستخدم الامر ده في 3 دي كتير جدا. وبكده نكون لقينا موضوعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.